متابعينا الكرام في المملكة العربية السعودية، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. إليكم نشرة الأحوال الجوية المتوقعة خلال 24 ساعة القادمة. هذه الليلة يتوقع أن يبدأ تدريجيا تأثير حالة جوية ممطرة على الأجزاء الشمالية الغربية من المملكة، بحيث تنشط التخاريج البحرية الرعدية على سواحل تبوك المطلة على البحر الأحمر، وتشمل بالبداية حقل ومن ثم أيضا الوجه، ولاحقا تمتد إلى مدينة ومحافظة تبوك والحدود السعودية الأردنية ومن ثم محافظة الجوف، خاصة في ساعات ما بعد منتصف الليل بمشيئة الله تعالى، وتستقر الأجواء تكون مستقرة في عموم المناطق. غدا النهار نتوقع أن تتسع وتشتد رقعة هذه الحالة الجوية الماطرة لتشمل أجزاء مختلفة من شمال غرب وشمال المملكة، بالإضافة إلى سواحل المدينة المنورة وتبوك المطلة على البحر الأحمر، مع نشاط واضح في سرعة الرياح في مدينة جدة ويؤدي ذلك إلى حدوث الغبار. وتفاصيل أوفى عن تسلسل هذه الحالة الماطرة تجدونها في النشرة الجوية المفصلة. لكن بالنسبة لدرجة الحرارة هذه الليلة في العاصمة الرياض على وجه التحديد تكون 13 درجة مئوية، والأجواء مستقرة وغيوم متفرقة. بالنسبة لدرجات الحرارة العظمى المتوقعة الخميس والصغرى ليلة الخميس على الجمعة، سنبدأها شمالا معكم من تبوك 21 إلى 11 درجة مئوية، في سكاكا 17-12، في عرار 16 إلى 10 درجات مئوية مع أمطار رعدية في هذه المناطق. مكة المكرمة 35-22، الطائف 26-14، المدينة المنورة 29-17، وفي جدة من 32 إلى 22 مع أجواء مغبرة في هذه المناطق. في جنوب غرب المملكة في جازان 28-24، في أبها 24-11، وفي الباحة من 23-13، ولكن الأجواء مستقرة هناك. في الإحساء 27-13، في الدمام 27-15، وفي حفر باطنة من 29 إلى 18 درجة مئوية. في وسط المملكة تكون في الرياض 29-14، في بريدة 29-17، وفي حائل من 25 إلى 10 درجات مئوية. قبل الختام، توصيات هامة بشأن الأحوال الجوية: بضرورة الابتعاد والحذر الشديد من التواجد في بطون الأودية وأماكن تجمع المياه والشعاب، وذلك بسبب مخاطر جريانها بشكل كبير وتشكل السيول الجارفة. الانتباه أثناء القيادة والسفر ما بين المحافظات والمناطق بسبب إما عبور السيول لهذه الطرق أحيانا، أو حتى بسبب تدني كبير متوقع لمدى الرؤية الأفقية في بعض المناطق نتيجة الغبار والأتربة المثارة. الأمر الثالث هو ضرورة الانتباه والاحتماء من شدة العواصف الرعدية أحيانا وأثناء حدوث الصواعق الرعدية، بالاحتماء داخل المباني. إذن هذا كان كل ما لدينا بشأن الأحوال الجوية في المملكة. دمتم دائما بخير، إلى اللقاء.